كلمة الرئيس جمال عبد الناصر في عيد النصر. أيها المواطنون، لقد كان اللقاء الأخير معكم هنا في بورسعيد يوم 18 يونيو سنة 56، وكنا في هذا اليوم نحتفل بجلاء آخر عسكري إنجليزي عن مصر بعد احتلال 74 سنة. النهاردة نلتقي مرة أخرى هنا في بورسعيد لنحتفل بعيد النصر على سياسة القوة وعلى سياسة العدوان وعلى سياسة الغدر. نلتقي في بورسعيد اليوم بعد عام من جلاء آخر عسكري إنجليزي فرنسي عن هذه الأرض الطاهرة. يوم 23 ديسمبر من العام الماضي يوم ما خرجوا الانجليز من بورسعيد كنتوا بتحتفلوا بهذه الاعياد اللي كانت نتيجة كفاحكم وثمرة قتالكم، وكان بودي ايها الاخوة ان احتفل معكم بهذا اليوم في الوقت اللي كنت بشعر فيه بمشاعركم وبسمع في الاذاعة الاحتفالات والهتافات واغاني النصر والروح العالية بعد خروج الانجليز من مصر. كنت اشعر اني بينكم، ولكني في هذا الوقت لم اكن استطع ان احتفل معكم لان كان في جزء من ارض الوطن لا زال يقاسي من الاحتلال. في سيناء كان اليهود يحتلوا جزء من سيناء، وغزة كانت تقاسي من الاحتلال اليهودي، وما كانش النصر بالنسبة لمصر يعتبر نصر كامل. والنهاردة بعد ان اصبح هذا النصر نصر كامل اتواجد بينكم لاحتفل معكم بعيد النصر. لم تنتهي معاركنا في سبيل استقلالنا وفي سبيل تثبيت هذا الاستقلال بالعدوان والكفاح والقتال والانسحاب من بورسعيد ومن سيناء ومن غزة، ولكن هذه المعارك استمرت بطريقة قد تكون أشد عنف وأشد قوة. بدأت معركة العز وبدأت معركة التجويع وبدأت معارك الأعصاب، وكان لهذه المعارك جميعا هدف واحد
هو القضاء على الفكرة اللي انبعثت من مصر تنادي بالحرية وتنادي بالاستقلال وتنادي بالقومية العربية. الفكرة اللي انبعثت من مصر تنادي بأن لا مكان لمناطق النفوذ، وإننا لن نخضع لمنطقة نفوذ أحد ولن نخضع لسلطان أحد. الفكرة اللي انبعثت من مصر تنادي بأننا أحرار في بلادنا، نقرر سياستنا في بلادنا ونقرر سياستنا من ضميرنا، ونعمل اللي احنا نعتقد انه الخير ولا نعمل الشر، لانه يعجب بلد من البلاد الكبرى او لانه رغبة احدى البلاد الكبرى. بعد هذا الانسحاب بدأت معارك متصلة، معارك متواصلة من اجل القضاء على هذه الفكرة ومن اجل القضاء على هذه الروح. وبعد انسحاب بورسعيد يوم 23 ديسمبر دخلنا معارك متعددة، معارك طويلة ومعارك مريرة من اجل تثبيت استقلالنا ومن اجل تثبيت انتصارنا. واذا كنا النهاردة بنحتفل بالنصر عن الانسحاب اللي حدث يوم 23 ديسمبر في العام الماضي، والانسحاب اللي حصل من غزة، والانسحاب اللي حصل من سيناء، فنحن ايضا نحتفل بالنصر في معركة الاعصاب وفي معركة الضغط الاقتصادي وفي معركة التجويع وفي المعركة التي كان يهدفون بها إخضاعنا وإذلالنا. نحتفل بالنصر ونحن نشعر أننا أعزاء كرماء في بلادنا، وإن سياستنا تقرر من ضميرنا. أيها الإخوة، في فرق كبير بين المعركتين. معركة العدوان ومعركة العزل والإخضاع. معركة العدوان كانت بتستخدم القنابل، الطيارات، أساطيل الدول العظمى، بريطانيا أو فرنسا، رجال المظلات، انتوا كنتوا عارفينهم طبعا هنا في بورسعيد. والشياطين الحمر ولا العفاريت الحمر برضو انتوا شفتوهم هنا في بورسعيد. تستخدم الدبابات، وكنا نستطيع ان نواجهها وجها لوجه، وكان كل واحد فيكم بياخد سلاحه ويطلع عشان يقابل المعتدين ويدافع عن بلده ويدافع عن وطنه ويقتل المعتدي ويقضي عليه. كان كل واحد فيكم بيستطيع ان يقابل المعتدين وجها لوجه. أعوان الاستعمار في المنطقة اللي بنعيش فيها، أعداء القومية العربية. كانت هذه المعركة معركة مختلفة، كانت معركة قاسية وكانت معركة مريرة. في المعركة الأولى اللي كنا بنواجه فيها الطيارات والبوارج والدبابات، كنا نستطيع أن نواجه الضربة بضربة أخرى، وكنا نستطيع أن نقابل العدوان بالعدوان، ونستطيع ان نقابل القتل بالقتل. ولكن المعركة الثانية كانت معركة اصعب، ما كانش من السهل علينا ان احنا نواجه الضربة بضربة اخرى، ولكن كنا ننظر من حولنا لنرى هذه الضربات التي توجه الينا لتعزلنا
ولتحقق اهداف المستعمرين اللي ما يدروش يحققوها بالقنابل والدبابات والطائرات. وكنا ننظر الى هذه المعركة ونحارب فيها، ولكن ما كناش بنقدر نضرب الضربة بالضربة. كان سلاحها الاساسي اعوال الاستعمار العرب واعداء القومية العربية العرب. ظهرت مشاريع وخطط للقضاء على القومية العربية ولعزل مصر والقضاء على فكرة الحرية. عمل أعوال الاستعمار بكل طاقتهم متعاونين في هذا مع الاستعمار، ولكنهم فشلوا وانتصرنا أيضا في هذه المعركة. النهاردة وانا بلتقي بكم في بورسعيد ونحن نشعر بالنصر ونحمد الله على هذا النصر ونحتفل بهذا النصر، النصر في الحرب المسلحة ضد الدول الكبرى، النصر على العدوان، النصر على القوة الغاشمة، النصر على سياسة القوة. نبص لنفسنا ونشوف ليه انتصرنا في هذه الفترة وليه ما كناش بننتصر في الماضي. انتصرنا النهاردة لان مصر ملك لابنائها، مش ملك لفئة من الناس. مصر بتاعتكم كلكم، بتاعت كل واحد فيكم، بتاعت ابنائكم، مصر اللي انتوا دفعتوا عنها. مصر اللي انتوا دفعتوا عنها وابنائكم واخواتكم واخواتي استشهدهم فيها، بتاعتكم مش بتاعت ناس معدودين، مش بتاعت الخديوي ولا بتاعت العيلة المالكة ولا بتاعت فئة قليلة من الملاك. مصر بتاعت كل واحد من ابنائها، كل واحد كان بيقاتل وهو يشعر بهذا الشعور، كان بيدافع على اللي كسبناه بعد ثورة 23 يوليو. عادت مصر الى ابنائها، كل واحد كان بيقاتل لمصر بتاعته، للارض بتاعته، لوطنه. ولهذا كل واحد كان بيشيل السلاح، الشبان والشيوخ والنساء. انتوا هنا في بورسعيد كنتم في عز المعركة بتقتلوا على الاستقلال اللي حققتوه، بتقتلوا في سبيل الجلاء اللي حققتوه بعد 75 سنة من الاستقلال. مصر اما اصبحت ملك لابنائها، مصر اما اصبحت ملك لكل واحد من ابنائها، استطعنا ان نحقق هذا النصر، واستطعنا ان احنا نهزم الدول الكبرى والاساطيل اللي جات هدمتكم هنا بعد ما رجعت اعلنهم انهم بيبيعوها لان ملهاش فايدة. مصر انتصرنا يا اخواني لانكم كلكم قمتم تحت السلاح، وانا عارف ازاي كنتوا بتقتلوا، وازاي المدنيين هنا في بورسعيد كانوا بيحملوا السلاح، وازاي الشعب كله قام تحت السلاح يقاتل في سبيل مصر، في سبيل بلده. كنتم انتم يا اهل بورسعيد طليعة المعركة، طليعة المعركة في هذا القتال المرير. قاتلتم بشرف وقاتلتم بإيمان، قاتلتم من أجل مصر، لا من أجل معركة، لا من أجل مصلحة خاصة أو من أجل مكسب مادي أو من أجل مصلحة ذاتية. قاتلتم من أجل المسن العليا، قاتلتم من أجل الحرية اللي حققتوها، وقاتلتم من أجل الاستقلال اللي ثبتوه. كل واحد فيكم قام يقاتل، وكانت بورسعيد تمثل طليعة المعركة، وكانت مصر كلها تحت السلاح. أنا في هذا الوقت أيها الإخوة كنت معكم دقيقة بدقيقة، وكنت أراكم في 18 يونيو سنة 56 أما زرت بورسعيد، كنت شايف كل واحد فيكم في البلكونات وفي الشوارع في المعركة، كنت شايف كل واحد فيكم زي ما كنت شايف يوم 18 يونيو في البلكونات
وفي الشوارع، وكنت اؤمن بالنصر لان الوجوه اللي كنت بشوفها هي الوجوه اللي كانت بتهتف بالجلاء يوم 18 يونيو، يوم ما رفعنا العلم المصري مكان العلم البريطاني على مكتب الحريه. كنت مؤمن زيكم بالله وبعون الله، كنت مؤمن ايضا زيكم ببلدي مصر، وكنت مؤمن ايضا زيكم بابناء بلدي بيكم بكل فرد في مصر، وكنت واثق ان احنا هننتصر على الدول الكبرى والدول العظمى. كنت في نفس الوقت اشعر بما قسيتم، واعلم انكم تشعروا ان دي ضريبة الوطن. قلت ان بورسعيد فاجت مصر كلها، قلت في شهر نوفمبر، قلت ان بورسعيد فاجت العرب اجمعين. وزي ما قلت لكم كنت مطليع، وما اقدرش اقول بورسعيد الباسله، بورسعيد الشجاعه، بورسعيد المجاهده، لان اي وصف اقوله يقل عن الواقع، واي كلام اقوله لا يعبر عن الحقيقه. انا بقول انكم كنتوا الطليعه اللي تعرضت للعدوان لتحقق النصر، واستطاعت هذه الطليعه ان تحقق النصر. استطاع المعتدون الدول الاستعماريه انها تحتل بورسعيد. هل احتلال بورسعيد كان نصر لانجلترا وفرنسا الدول العظمى؟ كلنا نعلم ان اي جيش مهاجم لازم ياخد راس جسر علشان يكمل عملياته، وكلنا نعلم انه بيختار راس الجسر من اي مكان، وكلنا نعلم ايضا ان دائما هذه العمليات عمليات الانزال كانت تصل الى نتيجتها لانها تتركز فيها جميع القوى. بورسعيد كانت ضحيه للعدوان البريطاني الفرنسي باساطيل بريطانيا وفرنسا وطيارات بريطانيا وفرنسا. وفي يوم قال بلاغ رسمي ان خرج من البحريه الانجليزيه 370 طلعه طيران. المفروض ان طلعه الطيران تبقى 3 طيارات، يعني حوالي 1000 غاره على بورسعيد. استطاع الانجليز بتركيز هذه القوه على بورسعيد انهم يؤمنوا لنفسهم راس كوبري، وقالوا
انهم نزلوا في بورسعيد، ولكن من الناحية العسكرية كل دولة ارادت انها تهاجم دولة اخرى وتعمل راس كوبري استطاعت انها تعمل راس كوبري، ولكن العبرة بنتيجة المعركة. احنا كنا بننتظر العدوان من بورسعيد، كنا بننتظر العدوان من اسكندرية، كنا بننتظر العدوان من ليبيا، وكانت خطتنا العسكرية ان احنا نستطيع ان نتجه الى العدوان في المكان اللي يقع فيه، ولكن حصل الغدر والخيانة. هجمت اسرائيل، وكان تقديرنا ان المعركة الرئيسية معركة مع اسرائيل، وما فكرناش ان الدول الكبرى تغش الرأي العام العالمي وتقول انها هتعمل بوليس بين مصر واسرائيل عشان تهاجم مصر. جنرال كيتلي اللي هو كان قائد العدوان قال انه كان عايز يهاجم مصر من ليبيا، وقال ايضا ان الملك ادريس السنوسي ملك ليبيا هدد اذا استخدمت انجلترا ليبيا للعدوان على مصر، وبهذا لم يتمكنوا. وده طبعا نتيجة من نتائج القومية العربية والتضامن العربي والقوة العربية. التضامن العربي والقومية العربية منعت انجلترا رغم معاهدتها مع ليبيا ورغم قواعدها في ليبيا من انها تستخدم ليبيا للعدوان على دولة عربية اخرى. ده موقف مشرف للملك ادريس السنوسي ملك ليبيا. وهجمت انجلترا على بورسعيد، واستطاعت انجلترا ان تؤمن رأس كوبري في بورسعيد. قبل الهجوم بيومين لما اسرائيل دخلت من الحدود وتقدمت في سيناء، كنا برضو بننتظر عدوان في مكان من الامكنة اللي قلتها، يا اما على منطقة القنال، يا اما في اسكندرية، يا اما من ليبيا. وكنا بنوجه قواتنا الى جبهة القتال في صحراء سيناء. جزء من القوات اللي كانت موجودة عندكم هنا في بورسعيد تحركت علشان تعزز قوات العريش. الجزء اللي فضل علشان يتولى الدفاع طبعا لم يكن بالقوة اللي تمكنه يواجه بريطانيا العظمى وفرنسا، البلدين اللي بيعتبروا من البلاد العظمى، ولكن الجيش قاتل والشعب قاتل ايضا مع الجيش. الشعب كله اصبح تحت السلاح. وانا قريت في احد الكتب اللي كاتبينه الفرنساويين، واحد صحفي فرنساوي كتب كتاب وقال انه شاف في بورسعيد بعد ما نزل مع القوات المعتدية في بورسعيد ان الشباب المصري كان يقاتل بعناد، وان الشباب في سن 11 سنة و 12 سنة كان شايل السلاح وكان بيقاتل، واستطاع ان يوقف الدبابات الانجليزية، واستطاع ان يوقف القوات المقتحمة الانجليزية. الشعب كله قام تحت السلاح علشان يقاتل وعشان يدافع عن حريته وعن استقلاله، والشعب كله اصبح جيش القوات المسلحة مع الشعب. قوات البوليس اللي هي مسؤولة لحماية الامن اصبحت جيش تدافع عن وطنها وتدافع عن شرفها وتدافع عن عزتها وتدافع عن كرامتها وتدافع عن استقلالها. دي المعركة اللي احنا دخلناها. دخلنا معركة كبيرة مشترك فيها ثلاث دول، بنحارب في جبهات متعددة، بنحارب في سيناء ونحارب في بورسعيد. الشعب اصبح تحت السلاح بيحارب. وزعنا حوالي 500,000 قطعة سلاح لأول مرة في تاريخ مصر، وزع على الشعب سلاح 500,000 قطعة سلاح، لأن احنا نعتبر ان الشعب يشعر بحريته الحقيقية
ونعتبر ان الشعب اذا اخذ هذا السلاح فانه سيدافع بيه عن حرية مصر وعن وطنه وعن ارضه. لاول مرة في تاريخ مصر وزع هذا العدد من السلاح على الشعب المصري من اسكندرية الى اسوان، وكانت مصر كلها تمثل جيش متحد متضامن يهب للقتال دفاعا عن حرياته ودفاعا عن كرامته. الجيش قاتل والشعب قاتل في بور فؤاد زي ما تعرفوا كلكم. جميع الضباط اللي كانوا موجودين في الوحدة في بور فؤاد قتلهم وماتوا في اماكن القتال. في بورسعيد الشعب قاتل والجيش قاتل، الطيران ايضا قاتل، قاتل في الايام الاولى للمعركة قبل ما تدخل انجلترا وفرنسا، وقاتل قتال الابطال. وانا اتكلمت قبل كده عن دور الطيران، في حاجة ما اتكلمتش عنها ومحدش يعرفها لغاية دلوقتي. ايه دور الطيران يوم 5 ويوم 6 بعد ما بدأ الانجليز والفرنسويين يضربوا مطاراتنا؟ احنا نقلنا او سلاح الطيران نقل عدد من طياراته الى مطار سري في اليوب اللي هو طريق مصر اسكندرية الجديد. من طريق مصر اسكندرية اشتغل الطيران المصري يوم 5 واشتغل الطيران المصري يوم 6، ويوم 6 نوفمبر اللي هو اخر يوم قبل ايقاف القتال خرجت الطائرات المصرية الساعة 5 بعد الظهر وهزمت القوات البريطانية والفرنسية او القوات البريطانية في مطار الجميل ورجعت، وفي ضابط منهم تتبعته طيارات معادية وكان يعتبر ان هذا التتبع قد يكشف هذا المطار السري، وكان في نفس الوقت البنزين بتاعه والبترول بتاعه قرب يخلص، ففضل انه ينزل في الغيطان في اليوب عن انه يوصل وينزل في المطار ويكشف المطار للطيارين الانجليز والفرنسيين. ونزل هذا الطيار في الغيطان في اليوب، طبعا الاهالي هناك افتكروه طيار انجليزي وهجموا عليه بالفوس وراحوا مأطروه من الطيارة، ولكن عرفوا انه طيار مصري. سلاح الطيران رغم الغدر ورغم هجوم بريطانيا وفرنسا استطاع انه يشترك في المعركة يوم 5 و6، واستطاع انه يضرب امثلة في البطولة، لان الطيارات ما كانتش بتقوم من مطار، الطيارات كانت بتقوم من طريق مصر اسكندرية الطريق الجديد اللي عند اليوب. ده مثل من امثلة البطولة. المعركة اللي فاتت ورتنا امثلة من امثلة البطولة في كل ميدان وفي كل مكان. خلتنا اللي ما كانش بيثق في نفسه اصبح يثق في نفسه، واللي ما كانش بيثق في اخوه اصبح يثق في اخوه، واللي كانوا زمان بيقولوا مفيش فايدة بيعرفوا ان في فايدة، وان احنا اما بندافع عن بلدنا اما تكون بلدنا نستطيع ان ندافع ونقاتل خلال قتال مرير، وان احنا اذا كنا هزمنا قبل كده في السنين الماضية ما هزمناش لان احنا قصرنا في القتال، وما هزمناش لان احنا جبنا، وما هزمناش لان احنا هربنا، ولكن كان السبب الاول وكان السبب الاوحد في الهزيمة الخيانة. سنة 1882 هاجم الانجليز اسكندرية، ضربوها بالمدفعية وحرقوا اسكندرية ونزلوا في اسكندرية وتقدموا الى كفر الدوار، وقام الشعب المصري يقاتل الانجليز، يقاتل في الشوارع، وقام الجيش المصري يقاتل الانجليز وقاتلهم في كفر الدوار، ووقف الانجليز وتعطلهم قدام كفر الدوار 3 اسابيع ما استطاعوش انهم يكسروا الخط المصري، وبالعكس تقهقروا وانسحبوا، وقدام الجيش المصري جيش عرابي في هذا الوقت، وخرجوا راحهم رجعوا الى اسكندرية وركبوا مراكبهم. ولكن تدخلت الخيانة، تدخل ديليتيبس وتدخل الخديوي وقوم بالخديعة والغدر من قناة السويس ودخلوا سرا
لغاية ما نزلوا في الإسماعيلية وتقدموا من الإسماعيلية والسويس إلى القاهرة واستولوا على القاهرة واحتلونا 75 سنة. إحنا احتلتنا الإنجليز 75 سنة مش عشان ما قصرناش في قتالهم، مش عشان ما دفعناش عن بلدنا، مش عشان ما دفعناش عن كرامتنا، ولكن لأن الخيانة كانت موجودة في هذه البلد. في سنة 56 ما كانش في خونة في مصر، استطعنا ان احنا ننتصر. كانت مصر مطهرة من الخونة. قام الشعب المصري وقاتل زي ما قاتل سنة 1882 واستطاع ان ينتصر، لان الشعب المصري فطن انه لابد ان يقضي على الخيانة وان يقضي على اوائل الاستعمار حتى يقضي على الاستعمار وحتى يقضي على العدوان. سنة 56 كانت بورسعيد تقاوم، وكانت بورسعيد تقاتل، وكان خلف بورسعيد شعب بأكمله يقاوم ويقاتل، شعب بأكمله مصمم على الحرب الشاملة، شعب بأكمله تحت السلاح. هذه الروح، وبعون الله استطعنا أن ننتصر، وكان لهذا الانتصار أيها الإخوة نتائج كبيرة، نتائج ستبقى على مر الزمن وستبقى على مر الأيام. استطعنا ان احنا نثبت الاستقلال اللي احنا حصلنا عليه، استطعنا ان احنا نبين للعالم ان سياسة الحياد الإيجابي سياسة سليمة انتصرت، ساعدتنا هذه السياسة في هزيمة الدول الكبرى، ساعدتنا في تجميع الرأي العام العالمي معانا، ساعدتنا في مساعدة الضمير العالمي ضد العدوان. انتصرت القومية العربية، كانت بورسعيد أول تجربة لمعركة تدخلها القومية العربية، اشترك العرب كلهم في معركة بورسعيد في كل مكان، كل مكان كان العرب بينادوا للقتال، وكل مكان كان العرب بيهددوا مصالح المعتدين ومصالح المستعمرين. اتسع ميدان القتال، اصبح ميدان القتال مش بورسعيد بس، ولكن اصبح ميدان القتال البلاد العربية كلها. ما اصبحتش العساكر الانجليز اللي في بورسعيد هي اللي مهددة بالفدائيين وبحرب العصابات في داخل بورسعيد، ولكن اصبحت مصالح الاستعمار كلها مهددة في كل مكان في الوطن العربي. فانتصرت القومية العربية، وكانت معركة بورسعيد اول انتصار حقيقي للقومية العربية. طبعا نتيجة معركة بورسعيد كان تأكيد ملكية القنال، الاستقلال الاقتصادي وتمصير المؤسسات الخاصة بالدول المعتدية. كانت معركة بورسعيد تأمين لكل الدول الصغرى، وكانت معركة بورسعيد تثبيت لحريات الدول اللي حصلت على استقلالها حديثا في آسيا وإفريقيا. ولو كانت الحرية والاستقلال انكسروا أو انهزموا في بورسعيد، لكانت الحرية انكسرت وانهدمت في باقي العالم وبالاخص في اسيا وافريقيا. وطبعا زي ما قلت لكم كان نتيجة معركة بورسعيد بيع اساطيل احدى الدول المعتدية. ايها المواطنون، كانت هذه معركة الاستعمار الرئيسية، انتصرنا فيها لان مفيش مكان لأوائل الاستعمار بينا في ارضنا. عرفنا الداء اللي قسينا منه في الماضي، أوائل الاستعمار تخلصنا منه، وبهذا لم
تصبح للخيانة أي فرصة في هذا الوطن. ولكن بعد الانسحاب من بورسعيد هل يأس الاستعمار أو تخلى عن أغراضه أو تخلى عن أهدافه؟ قطعا الاستعمار لم ييأس، وحينما انهزم في المعركة السافرة زي ما قلت لكم بدأ معارك مستترة وبدأ معارك مريرة استخدم فيها أعوان الاستعمار في باقي البلاد العربية علشان يعزل مصر ويخضع مصر ويقضي على شعلة الحرية اللي انبثقت في مصر بثورة 23 يوليو. الاستعمار لم ييأس ولم يسلم بالهزيمة، ولكنه بدأ يبحث عن الخديعة وبدأ يبحث عن الخيانة. الاستعمار او الدول الاستعمارية اللي كانت موجودة، انجلترا اللي كانت موجودة هنا 74 سنة وكان عندها فكرة انها ممكن تجد بين ابناء مصر دائما ناس يعملهم لحسابها زي الحكام السابقين، وانتوا كلكم عارفين كانوا بيعملوا لحساب مين. بدأت تبحث طبعا ما كانش من السهل انها تجد مناه، وكانت بورسعيد بالنسبة ليهم مفاجأة، ورغم هذا لم يتعظم ولم يسلموا ان شعب مصر اصبح يؤمن بنفسه. كانت مفاجأة ليهم ان العمال في بورسعيد رفضوا منهم يعملوا معاهم رغم الاجور السخية اللي ادوها لهم. كانت مفاجأة ليهم ان المحلات في بورسعيد رفضت انها تفتح او تتعاون معاهم. كانت مفاجأة ليهم ان المواطنين في بورسعيد اعلنوا مقاومة سلبية ومقاومة مسلحة، واعلنوا انهم ما بيتعاونوش مع العدو. ما كانوش منتظرين هذا، كانوا مفاهمين ان اما حينزلوا بورسعيد هيجدوا من المصريين من يتعاونوا معهم ضد وطنهم وضد بلدهم وضد اخوانهم. وكلكم عارفين ازاي العمال رفضوا يشتغلوا، ازاي المحلات رفضت تفتح، وازاي اعتقلوا اصحاب هذه المحلات ورغم هذا رفضوا انهم يفتحوا، وازاي اهالي بورسعيد رفضوا انهم يتعاونوا مع المعتدين من الناحية السلبية. وبعد هذا ازاي كنتم بتتحدوهم علنا بالمنشورات والكتابات اللي على الحيطة وايدن اللي متعلق في السلك وموليه من جوريون. ده كان الانجليز بيعتبروه حاجة غريبة مفاجأة قطعا، لانهم كانوا زمان بيقابلوا الحكام وبيقابلوا الخضوع، وكان المستشار يغير اي قرار، وما كانش رئيس الوزارة يقدر ياخد اي قرار الا اذا وافق عليه المندوب السامي او السفير البريطاني، وكانت القوانين لازم ياخدوا تصديق عليها، والقانون اللي ما يعجبش. هم فاهمين ان الشعب المصري كله بهذا الشكل، ما فهموش ان الشعب المصري كان دائما بيقاتل في سبيل هذه الحرية. قاتل سنة 30 وسنة 36، قاتل سنة 19 وقبل سنة 19، ولكن كانت هناك فئة قليلة من أعوان الاستعمار، كانت هناك فئة قليلة من الخونة هي اللي بتتحكم في هذا الشعب وبتعمل على هزيمته. أما نزلهم في بورسعيد وقابلوا الشعب وجه لوجه بدون خونة وبدون أعداء استعمار، شافوا شعب مصر على حقيقته. ولكن هل اقتنعوا بهذا؟ لم يقتنعوا ابدا، وبعد هذا برضم بحثوا عن اعوان الاستعمار في مصر علشان يتأمرم وعلشان زي ما قلت لكم يقضوا على شعلة الحرية اللي طلعت من مصر، يقضوا على المبادئ اللي بتعتنقها مصر وبتنشرها النهاردة في جميع المنطقة. لا نخضع لمناطق النفوذ، سياستنا تطلع من بلدنا، احنا اصحاب الحق في بلدنا، مش ممكن ندي بلدنا للمحتكرين، مش ممكن نخضع للمستعمرين.
بعد أن فشلت القوات المسلحة وبعد أن فشل العدوان المسلح بدأ الاستعمار يبحث عن الخيانة وبدأ الاستعمار يبحث عن أعوان الاستعمار. لن يستطع الاستعمار يا إخواني إنه يجد في مصر أعوان الاستعمار يتعاون معهم. كان الاستعمار بيبحث في المنطقة، الدول المتحررة في المنطقة مصر وسوريا والأردن في هذا الوقت، وبدأت المؤامرات ضد مصر وسوريا والأردن. نجح أعوان الاستعمار بكل أسف في الأردن، ولكن أنا أعتبر أن هذا النجاح نجاح مؤقت. هزم أعوان الاستعمار والخيانة في سوريا، وبدأت مؤامرات طويلة ضد مصر على نفس النمط. بدأوا يبحثهم عن مصريين يتعاونوا معهم ويتعاملوا معهم لإقامة حكم في مصر يخضع للاستعمار، ولكن حينما لم يجدوا في مصر بدأوا يبحثهم عن المصريين اللي موجودين بره مصر. وطبعا اما يبحثوا عن المصريين اللي موجودين بره مصر هيدوروا على زباينهم القدام اللي كانوا بيتعاملوا معاهم قبل الثورة. لقوا بعض الناس، وبدأ هؤلاء الناس يعملوا كوسطاء بين الدول الاستعمارية علشان يحققوا هدفها في مصر. وبدأت المؤامرات أساسا من بيروت، لأن هؤلاء الناس كانوا في هذا الوقت موجودين في بيروت. بحث الاستعمار ما وجدش في بيروت إلا شخصين ممكن إنه يتعامل معاهم. الشخص الأول كان وزير داخلية أيام فاروق اللي هو مرتضى المراغي، والشخص الثاني واحد من عيلة فاروق اللي هو حسين خيري. وبدأوا دول يعملوا على بس روح التآمر في داخل مصر. وكانت خطتهم انهم يتصلوا باحد الضباط المصريين ليتصلوا بالضباط المصريين جوه في مصر، ثم يعملوا لحسابهم ولحساب الدول الاستعمارية. وبدأت المحاولات، واستطاع الخونة انهم يتصلوا باحد الضباط المصريين ودوله 1000 جنيه في اول مرة، وبعد كده وعدوه بالاف اخرى. واستمرت هذه الالاف اللي كان بيقبضها الضابط المصري لغاية ما وصلت 162,500 جنيه علشان العمل للتخلص من هذه الحكومة وإقامة حكومة أخرى تخضع للاستعمار وتكون من أعوان الاستعمار. الكلام ده بقاله أكثر من سنة. الألف جنيه الأولى أخذها الضابط المصري من سنة. الضابط المصري ده كان من المخابرات. طبعا هم لم يقرنوا واستمرينا مدة سنة نتصل بيهم، وكان هدفنا في هذا ان احنا نؤمم المؤامرات ايضا بدل ما نتصلهم بناس ثانيين ويأمروها. هذا الضابط المصري اللي كان متصل بهؤلاء الخونة، الخونة دول كانوا يمثلوا عيلة الملك فاروق، وكان فيهم واحد ايضا اسمه ناموق يمثل عيلة آل عثمان، وكانوا بيتكلموا على اساس ان يستعيدوا المجد الماضي ويستعيدوا العزبة اللي فقدوها يوم 23 يوليو بمعاونة طبعا الدول الاستعمارية.
الضابط اللي اتصل بالناس دول واللي سلموه 162 ألف جنيه ونص وسلمهم لنا، سلمهم للحكومة، أثبت أيضا إن في روح جديدة في مصر. مفيش واحد مستعد يبيع بلده بأي ثمن. كان ممكن الضابط ده ياخد الفلوس ولا يعملش حاجة، ولكن يستفيد، يستفيد بألف جنيه، بخمسين ألف جنيه، بمية ألف جنيه، بمية اتنين وستين ألف جنيه ونص، يعني يبقى من أغنى أغنياء مصر. ولكن هذا الشخص رفض، لأنه يؤمن بيكم، يؤمن بوطنه، يؤمن بالمبادئ اللي احنا بننادي بيها. هذا الشخص من أول يوم مشي في هذه المؤامرة وكان غرضه خداع هؤلاء المتآمرين، وفي نفس الوقت أيضا ابتزاز أموالهم لغاية ما جاء بالمية اتنين وستين ألف جنيه. النهاردة المية اتنين وستين ألف جنيه ونص اللي دفعوهم المتآمرين علينا أنا أهديهم لبورسعيد ولأهل بورسعيد. أرادوا بيها الشر نستخدمها في الخير، والأموال اللي أرادوا بيها الغدر الدول الاستعمارية وأعوان الاستعمار العرب معاهم نستخدمها في الخير. الضابط المصري أقول لكم على اسمه، هو ضابط من سلاح الطيران، اسمه عصام الدين محمود خليل. وانا باسم الشعب المصري اللي الضابط ده عمل من اجله ولم يغره المال، باسمكم اهديه وسام للتحقاق في هذه المال. المية اتنين وستين الف جنيه ونص الحكومة تكملها لنص مليون جنيه لإنشاء مصانع تعاونية في بورسعيد، أرباحها السنوية، أرباحها السنوية توجه للصناعة، تكسب سنويا حوالي 50 أو 60 ألف جنيه. الربح ده ما يتوزعش على حد، ولكن يوجه للصناعة من أجل تحقيق نصيب بورسعيد في مشروع الخمس سنوات وأكثر من ذلك. أيها الإخوة، إحنا النهاردة يحق لكل واحد فينا إنه يفخر، يفخر لأن إحنا انتصرنا في معركة السلاح، وانتصرنا في معركة الطيارات. وانتوا عارفين ما خوفتكوش الطيارات، وكنتوا بتحاربهم والطيارات بتضرب فيكم والاسطول بيضرب، ما خوفتناش الطيارات ولا القنابل ولا الرصاص، وبعون الله، بعون الله انتصرنا في معركة السلاح. كل واحد فيكم يفخر ايضا، يفخر بنفسه ويفخر باخوانه، لان احنا انتصرنا في معركة الخيانة. ما لقوش في داخل مصر خائن يعتمدوا عليه. اما مرتضى المراغي ده طبعا من العهد البائد وابوه عالم، ولكن في مثل بيقول يخلق من العالم فاسد. ممكن طبعا ان احنا نقبل هذا الكلام. حسين خيري ما اعتبروش ابدا انه مننا. ناموخ ده طبعا من آل عثمان، طردوهم زمان من تركيا، بيدوروا لهم النهارده على حته يكسبوا منها. المبلغ اللي احنا خدناه انا قلت عليه انه 162 الف جنيه ونص عشان اللي ادوهم الفلوس يحاسبوهم، لان قطعا ادوهم اكثر من 162 الف جنيه ونص، وانهم سرقوا تقريبا نص الفلوس وكانوا بيتاجروا على اداء انهم يعملوا بهذه الفلوس شيء. انتصرنا على معركة السلاح، وانتصرنا على الغدر
والخيانة، وأصبح كل واحد فينا بيثق بنفسه ويثق ببلده، يثق بأخوه، نشعر بالفخر والعزة. بورسعيد النهاردة في كل مكان بيذكروها إنها رمز للوطنية، رمز للبسالة، رمز للتضحية، رمز لكفاح الشعوب، رمز لهزيمة الدول الكبرى، رمز لهزيمة المستعمرين. بورسعيد هتبقى نقطة تحول في تاريخ العالم، لأنها أثبتت إن العدوان كسلاح انتهى، وإن الشعوب اتعلمت إنها تحارب حرب شاملة، كل واحد فيها يحمل السلاح. النهاردة من بورسعيد، هذه المدينة اللي قتلت واستبسلت، من بورسعيد هذه المدينة التي تعرضت لغدر الدول الكبرى والدول العظمى، من بورسعيد اللي تعرضت لاخر معارك حربية اشتركت فيها الدول العظمى، بورسعيد اللي كانت اخر هدف للعدوان. ننظر للعالم، ننظر للعالم من حولنا ونشوف الدنيا فيها ايه، ونكلم العالم من بورسعيد اللي قاست، بورسعيد اللي هدوا بيوتها وبنتها تاني، بورسعيد اللي ضربوها بالقنابل ولم تسلم. نبص للعالم نجد ان العدوان لا زال سبيل من سبل الدول الكبرى. نبص نلاقي الجزائر بتقاتل قتال مرير وقتال شامل ضد فرنسا واسلحة حلف الاطلنطي، وانتوا عارفين هنا الطائرات اللي كانت بتهاجمنا ايضا كانت طائرات حلف الاطلنطي. نبص نلاقي فلسطين وشعب فلسطين حرم من حقوقه لان الدول الكبرى ارادت انه يحرم من حقوقه. نبص نلاقي قبرص بتقاتل في سبيل تقرير المصير وفي سبيل حقها في الحياة. نبص في جنوب شرق اسيا نجد ان جزء من اندونيسيا محتل، وان اندونيسيا من سنة 50 بتطالب بالمفاوضات مع هولندا من اجل اريان الغربية، ولكن محدش بيسأل عنها. نبص ورانا في افريقيا نجد ان شعب افريقيا بيقاتل قتال مرير، اخباره ممنوعة من انها تظهر. شعب افريقيا بيطالب بحقه في الحياة، بيطالب بالمساواة، بيطالب بالحرية، بيطالب بالاستقلال. النهاردة من بورسعيد نتجه الى العالم كله ونطالب بتثبيت قواعد العدالة وحق تقرير المصير. نبص من بورسعيد للعالم كله ونطالب بان تعطى كل دولة مستعمرة استقلالها لتحكم نفسها بنفسها. نطالب بالقضاء على التمييز العنصري في افريقيا، وان يكون لاهل افريقيا حق مساوي لجميع السكان اللي موجودين في بلدهم. النهاردة من بورسعيد نبص للعالم كله ونقول له ان احنا رغم ان احنا ابتلينا بالعدوان، ورغم ان في دول كبرى اعتدت علينا، ولكن كان هدفنا السلام، وهدفنا اليوم السلام. وحينما ارادوا ان يفرضوا علينا الاستسلام قتلنا من اجل السلام. والنهاردة ايضا ايها الاخوة نعمل من اجل السلام ونبني من اجل السلام. النهاردة مصر، وانا باسم مصر اوجه من بورسعيد دعوة الى العالم كله من اجل السلام، ومن اجل العمل للسلام، ومن اجل نبذ الحروب، ومن اجل ازالة التوتر، ومن اجل القضاء على الحرب الباردة. النهاردة مصر تطلب من العالم كله انه يعمل بكل طاقاته من اجل دفع شبح الحرب. احنا شفنا الحرب في بورسعيد وقاسينا من الحرب في بورسعيد، اما الحرب اللي هتقوم اذا كانت حرب عالمية هتكون حرب شاملة فيها الاسلحة الذرية والاسلحة الهيدروجينية، هتموت بالملايين، هتقضي على الانسانية، هتقضي على الحضارة. النهاردة احنا باعتبرنا جزء من الانسانية وجزء من البشرية ابتلي بالعدوان من الدول الاستعمارية، نطالب بمنع التجارب الذرية، ونطالب بتحريم الاسلحة الذرية، ونطالب بالعمل من اجل السلام، ونطالب بندع السلاح. النهاردة من بورسعيد نبص للعالم ونجد ان المحاولات اللي عملت لاعطاء اسلحة ذرية لدول اكبر ولتخزين الاسلحة الذرية في اوروبا وفي تركيا اللي هي دولة مجاورة لينا في الشرق الاوسط،
ونقول ان ده يعتبر تهديد لينا، ان احنا بنخاف على مصير العالم وبنخاف على مصيرنا من هذه الاسلحة الذرية، وان احنا بنطالب العالم كله انه يعمل من اجل السلام، وان العالم يتطلع الى سلام مستديم، والشرق الاوسط ايضا يتطلع الى سلام مستديم. ان مصر ايها الاخوة رغم ما قسيناه ان احنا بنتبع سياسة عدم الانحياز، سياسة الحياد الايجابي، علشان نكبر معسكر السلام، لان العالم اذا انقسم الى معسكرين واصبحت الدول العالم منقسمة، جزء منها مع هذا المعسكر وجزء مع المعسكر الاخر، لابد ان تقوم حرب ولابد ان تقاتل البشرية الاهوال. النهاردة احنا حينما ننادي بالحياد الايجابي وحينما ننادي بعدم الانحياز انما نعمل على كسر حدة التوتر، وانما نعمل على ابعاد شبح الحرب، وانما نعمل على تثبيت السلام وعلى تدعيم السلام. النهاردة يا اخواني نبص للماضي بانتصاراته، نبص للماضي بمعاركه، ونبص للماضي بتاعنا بشهدائه، ونبص للاعلام بتاعتنا اللي رفعناها بالنصر، ونفتكر الاعلام بتاعتنا اللي درجت بالدماء، ونتجه الى المستقبل لنعمل ونبني من اجل السلام، نعمل ونبني من اجل خلق وطن متحرر قوي، نعمل ونبني من اجل رفع راية الحرية وراية المساواة وراية الاستقلال. النهاردة من بورسعيد خرجنا اقوى مما كنا واشد عزما واقوى ايمانا. النهاردة من بورسعيد نقود هنا في مصر راية السلام وراية الحرية، ونعمل بكل طاقتنا من اجل تثبيت السلام ومن اجل تثبيت الحرية. وفقكم الله، والسلام عليكم. أيها المواطنون، كانت هذه دعوة الحق، دعوة النصر، ودعوة السلام، وجهها من بورسعيد قائد مصر ورئيس جمهوريتها وزعيمها الرئيس جمال عبد الناصر في يوم النصر.